باسم يوسف في ما علينا ما علينا، بالاشتراك مع خالد منصور وأيمن وطار. باسم يوسف على الراديو 90 90. أعزائي مستمعي الراديو 90 90 مع باسم يوسف. مين؟ خالد منصور وأيمن وطال. أهلا، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الصوت الجهولي الجديد؟ جميل، حاجة جميلة. بمناسبة الصوت الجهولي بقى، تعالوا نتكلم بصراحة على حاجة بتهمني قوي، الميديا، الإعلام يعني. أنت فاهم، أنت تعليمك إنجليزي. تمام. ساعات لما أنا بتفرج على الميديا الأمريكاني وخصوصا على حاجات زي فوكس نيوز، تحس إن في حاجة واحدة بس بيحاولوا يوصلوها للناس. يا عم اعترفنا ليه ما تقول؟ الحرب على الإرهاب. أيوة، تحس إن أمريكا استبدلت الشيوعية بالإسلام المتطرف، تفتكروا؟ طبعا، هي دي عايزة كلام. طب إيه رأيكم بقى إن أنا متهيألي إن أمريكا نفسها تصحى الصبح وتلاقي العالم الإسلامي كله تحت حكم المتطرفين دول؟ لو النبي يا شيخ، قول كلام غير ده يعني. طب بص، اسم خليك معايا بس، خليك معايا. لو أنت دققت شوية في اللي بيحصل في الدنيا، هتلاقي إن أسطول صراع الغرب مع الإسلام ده أي كلام يا معلم. أنا شايف إن ده صراع مزيف. إزاي؟ طرفين الصراع دول سواء أمريكا أو الإسلام المتطرف بيستخدموا التمثيلية دي لمصلحتهم. بص للناس اللي فلقونا بأن احنا كفار وأننا بعاد عن الدين وأننا بعاد عن الشريعة. ما هو أيوة، ما هو هما بيقولوا إن الحكم العلماني هو اللي ودانا في داهية. ومن إمتى كانت مصر علمانية فعلا؟ جربنا الاشتراكية وما نفعتش. ما كانتش اشتراكية، كانت ديكتاتورية. جربنا الليبرالية وما نفعتش. الليبرالية الوحيدة اللي جربناها كانت في أفلام خالد يوسف. يبقى فاضل النموذج الإسلامي. النموذج الإيه؟ الإسلامي اللي هو فين؟ في الصومال؟ السودان المقسم؟ طب افغانستان؟ قالها افغانستان اكبر مورد للحشيش في العالم وكسيبه وعادي. اذا كان كده معلش، بس دي نماذج مش كويسه، مش مستقره يعني. بلاش يا سيدي، عايز مستقر اديك في المستقر. عندك انت باكستان، دوله نوويه اسلاميه بتطبق الشريعه، كل يوم والتاني يحرقوا علم امريكا في الشارع، ومظاهرات ضدهم للصبح، ويعيطوا على بن لادن كل شويه. ومع ذلك باكستان هي مصدر خروج كل العمليات العسكريه الامريكيه جوه افغانستان، وبن لادن اتقتل على ارض باكستان، وباكستان هي من اكبر الناس اللي بتتلقى المعونات العسكريه من امريكا. لا يا عم، باكستان مين؟ بيقول لك شريعه ودين وخلافه، تقول لي باكستان؟ احنا مالنا؟ طب بلاش، السعوديه بلد يا سيدي من اغنى دول العالم، شريعه ايه بقى؟ ما تقوليش، معقل ومصدر السلفيه في العالم. اهو ده بقى كلام مهم اللي نقول عليه بعد الفاصل. على الراديو 90 90 ما علينا مع باسم يوسف. رجعنا لكم تاني أعزائنا المستمعين، الراديو 90 90. كنا بنتكلم هل فعلا أمريكا في صراع مع الإسلام ولا كل ده كلام فارغ. كنا بنتكلم على مين الدول اللي بتطبق الشريعة ضد أمريكا فعلا. أفغانستان طلعت بتاع حشيش، باكستان طلعت نووي بس على الفاضي. فضل بعد كده عندنا السعودية. طيب هل حرب السعودية أمريكا؟ هل طرد الشركات الأمريكية اللي بتعمل هناك سواء في استخراج البترول أو المقاولات؟ ايه اخبار المقاطعه الامريكانيه عندهم وهم خانقين الحرم بمحلات الدليفري الامريكاني؟ ايه اخبار القواعد الامريكيه هناك؟ ايه اخبار وقود الطيارات الاسرائيليه اللي بتدك غزه لما تبقى اسرائيل عايزه؟ تفتكروا البنزين ده جاي منين؟ اكيد مش بنزينه الوطنيه اللي على المحور. هل سمعنا من الاسلاميين كلمه واحده ضد السعوديه وحكام السعوديه؟ لا طبعا، ومش هتسمع. اللي شمعت الليبراليين المتعاونين مع امريكا واسرائيل موجوده من الاول. ولو حصل وخرج نموذج اسلامي بيعادي امريكا عسكريا فعلا، فالنماذج الاسلاميه الاليفه والشخه هيكونوا في اول صفوف المهاجمين ليها. عندك ايران، بالنسبه لهم شيعه انجاس روافض واكثر خطرا على الاسلام من اليهود والنصارى. ايوه، بس في ناس جهاديين بيعلنوا الجهاد على امريكا كل شويه. يا باشا، في الصحاري والجبال بس. ولو خدت الجلاله واحد من الشيوخ دول واعلن الجهاد فعلا، التصفيه هي الحل يا معلم، على يد ابناء الاسلام نفسهم. فاكرين الشيخ السالف في جامع ابن تيميه في غزه؟ ايوه، اللي اعلن غزه اماره اسلاميه، صح؟ ايوه، ده بقى اتقتل يا باشا هو ومراته واطفاله المصلين جميعا على يد حماس، لانه تجرأ واعلن قيام الاماره الاسلاميه وبدا فعلا الزحف او الدعوه للزحف على القدس. حصل ده جوه بيت من بيوت ربنا، يعني جريمه ما تستقص، يعني اسرائيل نفسها ما تقدرش تعملها. قول لي بقى، لو انت بتمتلك مقاليد السياسه الخارجيه في امريكا، كنت تحلم بنموذج افضل من السعوديه وباكستان؟ انت بتاخد اللي انت عايزه، بترول تاخد، تسهيلات عسكريه تاخد، لا مؤاخذه خالد. وبالعكس كمان بنوكك بتنتعش بفلوسهم. خليهم يا اخي يحرقوا لهم كام علم امريكاني يعني، يلا، ويسيبوا الغرب الداعي على منابر المساجد. لا وايه، دي ماده هايله التلفزيونات الامريكيه عشان تخوف الامريكان من خيال المآتب. وده في النهايه دي نماذج مريحه، مريحه قوي للاداره الامريكيه. كل ما عليها انها تسيطر على امير او ملك او شيخ او جماعه، وكل واحد من دول عنده المريدين والاتباع بتوعه. ايوه، بس لو سال التابعين دول عن الجهاد، يا باشا الاعذار موجوده، مش دلوقتي، مش مستعدين، لازم نطهر بلادنا من الخونه والطابور الخامس العلماني الاول.
فهتلاقيهم بدل ما يعلنوا الجهاد على إسرائيل يعلنوا الجهاد علينا احنا بقى. من إشارة رابعة إن شاء الله. من إشارة رابعة، أو إشارة رابعة ده اللي بيحصل فيها مثال للي بيحصل في العالم الإسلامي كله المتشدق بالشريعة. نقول لكم الكلام ده بعد الفاصل. ما علينا، باسم يوسف على الراديو 90 90. رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين. قبل ما اختم الحلقه ديت، ما انا لسه جاي من فاصل، بس معلش انت عارف الاعلانات وكده. بالظبط، انا كنت عايز اتكلم على اللي بيحصل في اشاره رابعه. الناس قاعده وعازله نفسها العالم. عايز اقول حاجه. ايه؟ وات هابنز ان اشاره رابعه ستيز ان رابعه. يس يس، بالظبط زي فيجاس. بس انا كنت عايز اقول لك حاجه، اللي بيحصل هناك بالظبط مثال اللي بيحصل في كل العالم الاسلامي. الناس اللي بتنادي بالجهاد والشريعه دايما يقول لك ان المشكله مش فينا، المشكله في الناس التانيين اللي بيجهدونا وبيمنعونا ان احنا نزحف على الاسود. حد يا سيدي منعك، بس تحس دايما ان هم مش مستعدين، مع ان شعارهم واعدوا، يعني اعدوا لهم ما استطعتم دلوقتي، ولو انت صافي النيه ربنا هينصرك. دايما يجي لك الرد ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. طب ثانيه واحده، لكن ممكن القاء الاخرين في التهلكه لغايه ما يجي الوقت. وماله يا سيدي، انا وانت نلقى في التهلكه مش مشكله. عشان كده رميت يعني. بالظبط. عشان كده انا عايز اتكلم لاخويا الاسلامي الاخواني السلفي. والله انا مش ضدك، والله العظيم مش ضدك، انا معاك، بس عشان خاطري خد وقتك، بص كده في الخريطه، بص اللي بيحصل في العالم، بص على السياسات والتصريحات بتاع قيادتك وشيوخك لما تمكنوا. عملوا ايه؟ لسه مصدق انت يا حبيب قلبي ستار دخان، كبش فدا، كبش فدا لمشروع وهمي شيوخك وقوادك بيسوقوه لك، وفي الاخر بيرموا بيك فيه عشان يصعدوا على حماسك ويخلص. في الاخر هم ممكن كمان يصعدوا على جتتك. امريكا اللي بتكرهها دي مش هتلاقي احسن من قيادتك عشان تنافس مشروع خلافه، لكن مشروع خلافه بتاعتها هي. اعزائي المستمعين، اتلاقي بكم ان شاء الله في حلقه قادمه. نخلي مصور قلبي وطول اكتئاب وباسم يوسف. وباسم يوسف.